السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة جولة في محل دايسو للمنتجات اليابانية. هنشوف مع بعض ركن المنظمات للمطبخ والتلاجة. أتمنى الفيديو يعجبكم إن شاء الله. ده هنا الأول المنظمات للتلاجة وأرفف المطبخ، ده بتاع الشوك والمعالق والسكاكين ب8 ريال. وهنا بقى أشكال كتيرة مختلفة للرفوف ديت أو المنظمات ديت، نستخدمها للتلاجة تلم فيها مثلا الأكياس، العلب الصغيرة. بصراحة أشكال حلوة جدا وشيك قوي، وألوانها برضو حلوة قوي. ومعظمها كلها ب8 ريال. هي في حاجات تحس ان خامتها حلوة وحجمها حلو ان هي سعرها 8 ريال، وفي حاجات تحس ان هي لأ غالية. ده حلو اول، ده متقسم، ده ممكن على الحوض او على برضو للمعالق والسكاكين. يعني هو كل منظم يعني ليه اكتر من حاجة. واحلى حاجه فيهم ان الوانهم معظمها الوان حياديه، يعني اللي ينفع تحطها على الرخامه هتليق على اي لون مطبخ، والوان في نفس الوقت شيك وهاديه وحلوه قوي. يعني دي مثلا لا ب8 ريال، هي خامتها حلوه اه بس اللي غاليه شويه. وده برضو بالنسبه لحجمها صغيره برضو. ده طبعا احجام واشكال مختلفة، وفي منها هنا ده كبيرة شوية برضو ب8 ريال. يعني شايفين الكبير ب8 والصغير ب8. لو حابة تعملي منها تشكيلة في ضلفة يبقوا كلهم شكلهم شكل بعض وشكل واحد. وده اللي هو الباسكت العادي، نجيبه من هنا اللي هو الشكل العادي ده. وفي المنظم ده ب7 ريال، في منه الشكل ده وفي منه برضو اللي هو الايه المستطيل العادي. صراحة انا بحب الشكل ده وعندي منهم كتير قوي، بس خامات تانية كنا شفناها مع بعض قبل كده في فيديو جولة المطبخ والمشتريات. ميزتهم ان هم رفيعين مبياخدوش مساحة، وفي نفس الوقت بيشيلوا حاجات كتير او بينظموا كويس. ده بالنسبة للدولاب في المطبخ. والتلاجة برضو بيبقوا حلوين جدا برضو في التلاجة. في منهم هنا الالوان دي، اللون فيه حلو قوي شيك، 8 ريال. دول تقريبا كلهم نفس الاحجام ونفس الاشكال، بس الوان مختلفة او ستايلات مختلفة. دول طبعا حلوين قوي، سهل جدا ان هما بيتعلقوا في الدولف مبياخدوش مساحة وبيشيلوا حاجات كويسة، يعني متينة تشيل حاجات تقيلة. اللي هنا بالنسبة للي ممكن اللي احنا نستخدمه فيه. وفي برضو الطبقة ديت او الرفوف دي كنا شفناها مع بعض قبل كده، وانا جبتها قبل كده عندي بقالها سنة استخدمتها. هي حلوة قوي، بس ميزتها ان هي مش متينة، يعني ما تشيلش حاجات كتير.
يمكن شفناه مع بعض قبل كده. الصورة مش واضحة. ده شكله في منه حجمين، في الحجم الصغير ده 8 ريال، والكبير برضو 8 ريال. انا استخدمته قبل كده، بتصفى عليه بس اطباق، ما يشيلش حلل ولا حاجات تقيله، بس هو حلو قوي عامل يعني. وميزته برضو ان الرجل بتاعته دي بتتقفل، فلو عايزه تصفي حاجه وبعد كده بتعنيها تاني في الدولاب وتقفليها وتعنيها تاني مكانها. فانا مجربه ديت، حلوه قوي، بس هي الحاجات خفيفه يعني ما تشيلش حلل ولا حاجه تقيله. ممكن تستخدميها كطباقه او تجيبي اكتر من 2 3 فوق بعض، وتستخدميها كرف توابل او اي حاجة على رخامة المطبخ. نيجي بقى بعد كده للأرفف ديت، برضو كنا عملنا فيها مع بعض قبل كده مشتريات من سنة واستخدمتها، حلوين جدا. ديت أرفف التلاجة، منظم التلاجة، ده شكله شيك وتحفة، منظم علب او برطمانات. هو بصراحة يعتبر غالي شوية، وحجمه صغير يعني، يمكن حجمه مش واضح، بس خامته نظيفة جدا وحلو جدا. انا مستخدماه عن تجربة، تحفة جدا. هو ما بيشيلش كتير في التلاجة، بس بيبقى شكله تحفة اوي في التلاجة. وفي تاني الشكل ده، وده ميزته ان هو فيه حد ده ممكن يتغير مكانه، برضو حلو جدا. ده بنحطه في باب التلاجة، انا جايباه عند برضو مستخدمات باب التلاجة. وممكن تحطيه في الدرج للخضار، انا مستخدمات باب التلاجة، حلو جدا. انا كنت جايباهم من سنة ككل حاجة ب7 ريال، دلوقتي بقى معظم الحاجة كلها ب8 ريال. طبعا كل حاجة غلت بعد الضرايب. وده بقى هنا تشكيلة علب تلاجة، بصراحة شيك تحفة جدا، والوانها حلوة قوي وخامتها حلوة، تدخل معظمها الميكرويف. بس بصراحة انا لاحظت المرة دي معظم الاسعار غالية قوي. انا كنت باجي قبل كده كانت علب كتير باحجام مختلفة كلها ب7 ريال، النهاردة اتصدمت، حاجات ب10 وحاجات ب20، حاجة غلط. بس بصراحة يعني شكلها رقيق جدا وخامتها حلوة اوي يعني. دي 16 ريال، حجمها وسط يعني، مش كبيرة، تعتبر غالية يعني. دي 18 برضو، كمان ب16، والصغير منها هنا ب8. انا كنت بجيب الحجم ده قبل كده ب8 برضو، الكبير ده. مش عارفة هو يختلف عن اللي انا جايباه قبل كده، بس انا حاسة ان مفيش فرق، بس حاسه ان فعلا البلاستيك امتن شويه، بس ما يفرقش يعني. ده عند العلب انا جايبه منها، عند برضو بقالها يجي سنه ونص، تحفه جدا ولونها ما بيغيرش وحلوه جدا. دول ب10 ريال،
اللي انا كنت جايباهم ومخزنه فيهم مع بعض صلصه. عندي برضو بخزن فيهم صلصه في الفريزر، حلوين جدا، هم حجمهم صغير والتلاتة ب10 جنيه. ودول برضو كنت جايبه منهم برضو وبخزنه فيهم صلصه، برضو هي صلصات الخضار. ده كان فيديو النهاردة، واسفة جدا لو كان الصوت واطي او غير واضح، كان المحل زحمة جدا ومحبتش ان صوتي يزعج الموجودين. لكن لو المحل عجبكم وحبيتوا فيه جولة مفصلة اكتبولي في التعليقات، وان شاء الله اعمل لكم جولة مفصلة لكل المنتجات الموجودة في المحل، ويكون في وقت مش زحمة فيه. مع السلامة.